الإدمان على المخدرات ظاهرة كتدمر حياة الشباب وكتهدم مستقبلهم وأحلامهم. الكوكايين، البوفا، الحشيش، القرقوبي، الإكستازي والكثير من الأنواع الأخرى. ماديا اكثر من 30 مليون اللي خسرات في مده عام شفت فيه الجحيم التشرد صافي لدرجه كنت غنموت. توقدت وصحيت وفقت كنلقى اول فان الشانطي ما بقيتش كنعرف نقطع راسي. انا كنقول لك كنتحمل مسؤوليتي كتعالج البوفا فين كتعالج دابا البوفا اخطر انواع الادمان. لماذا؟ اللي كنطق فيه ناقوس الخطر العدد ديال البنات يوازي العدد ديال الوليدات. حسب نتائج عدد من البحوث والدراسات اللي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإدمان في المغرب في السنوات الأخيرة، فإن عدد المدخنين يفوق 6 ملايين شخص، عدد القاصرين فيهم أكثر من 500 ألف، وحوالي 18500 شخص يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، وأكثر من 9% من القاصرين في الوسط التعليمي استهلكوا مرة واحدة على الأقل مخدر القنب الهندي. جمعية الأزهر لالي القرقوبي جمعية رائدة على المستوى الوطني في مجال محاربة المخدرات، والنتائج اللي كتحققها كتبرز على أرض الواقع الدور الكبير اللي كيلعبو المجتمع المدني كشريك في محاربة الظاهرة. كنتواجدوا هنا بمركز التنمية البشرية لحماية الشباب من تعاطي المخدرات. تجربة 24 سنة ليست بالسهل، يعني في باب التحسيس والتوعية والتوجيه والإرشاد في صفوف تلاميذ المؤسسات التعليمية والسجون المركزية والشارع العام وكذلك حتى شواطئ الدار البيضاء، يعني قمنا بقوافل طبية في سبيل أولاد الشعب ليس إلا. يعني الحمد لله هذه السنوات كلها لقات واحد النجاح كبير في صفوف أولاد الشعب. كانت شراكة فيما بيننا وبين المؤسسة السجنية نزلاء عين السبع، والحمد لله كان تواصل ما فيما بيننا كجمعية وما بين الإدارة يعني المعنية، والحمد لله يعني الأساتذة اللي سهروا على ذاك العمل داخل المؤسسة كان درنا واحد تقرير وكان سبحان الله إيجابي 100%. أنا ما غنقولش 99، 100% الحمد لله. بالنسبة للمخدر اللي كيكون أكثر استهلاك هو طبيعة الحال هو الحشيش، أوكي، ولكن دغنيغمون ظهر واحد المخدر اللي هو البوفا. البوفا اللي ولاو كيتعطاو لها واحد الفئة كبيرة من الشباب والشابات سيرتو البنات. بنات في مقتبل العمر آية من الجمال، ولكن للأسف وللحسرة ديفيو في الفضيحة ديال هذا المخدر ديال البوفا. وشحال من واحد كيقول لك لا راه ما كتعالجش تطا إلى آخره، ولكن الحمد لله أنا كنقولها كنتحمل مسؤوليتي كتعالج البوفا فعلا كتعالج. الأسباب المؤدية للإدمان متعددة وكثيرة وكتختلف من شخص لآخر، وهذا هو الأمر اللي غادي نتعرفوا عليه مع الأخصائي النفسي الإكلينيكي عبد اللطيف حسبان. المسببات ديال ظاهرة الإدمان هي مسببات عديدة جدا لا يمكن حصرها. كاين المسببات الاجتماعية سوسيو ثقافية، المسببات النفسية، مجموعة من العوامل ما يمكنش نضبطوها، كل حالة عندها مسبب معين. هذه قاعدة في علم النفس وقاعدة في الأمراض العقلية، كيقولوا أن كل حالة هي حكاية راسها، حكاية بظروفها، حكاية ما كينش تشابه. الإدمان كظاهرة اجتماعية ما كيميزش بين الغني والفقير، وما بقاش مقتصر على الذكور دول الإناث. غالبا كيجيو الناس بولي أديكس كنقولوا حنا، أي إدمان متنوع. كنبداو بالحشيش، كنبداو بالبوفا، كاين السيليسيون، كاين الكراك، كاين الكوكايين، وكاين أشخاص اللي كيجيو بولي أديكس كيجي كيدير هاد الحوايج كاملين. واللي ملاحظ أنا اللي كنطق فيه ناقوس الخطر هو أن البنات ولاو كيتوافدوا على المركز نفس العدد ديال البنات يوازي العدد ديال الوليدات. وهنا كندقوا ناقوس الخطر، اي ان الفتاه المغربيه اصبحت عرضه لهذا الطريق المجهول ديال الادمان، ماشي كالسابق. السنوات السابقه كتلقى مثلا واحد نسبه معينه ولكن ماشي كيتعطاو المخدرات خاصه الصلبه، تلقاهم كيشربوا شراب مثلا شويه الحشيش. دابا لا، الظاهره تدق ناقوس الخطر، ان الفتيات في مقتبل العمر مدمنين على السيليسيون، هادشي ما كناش كنشوفو، مدمنين على البوفا، هادشي ما كناش كنشوفو. شخصيا اخطر انواع الادمان قبل كانت الكوكايين، دابا البوفا.
أخطر أنواع الإدمان. لماذا؟ لأنه الإدمان عليه بسرعة، بسرعة البرق، بسرعة البرق، أن بين ليلة وضحاها تولي واحد يولي مدمن ديال البوفا. خطورته تكمن في أنه دغيا الإنسان كيطيح في الإدمان بالدارجة، دغيا كيشد في مولاه. هو مابقيناش كنهضروا على الفقر، كنهضروا على الغنى. أنا شخصيا كنهضر على المستوى الثقافي، كتلقى ناس مستوى ثقافي عالي عالي جدا، وكتلقى وليداته كياخذوا السيليسيون. يا صديقي هادو حالات اللي انا وقفت مذهول. اذا لو كورون سوسيال، هذاك الانجراف ديال المجتمع بعض المرات كبر من التربيه ديال الوالدين. كاين شي اباء اللي سون بيان بلاصي واباء معروفين ومزيانين، ولكن وليداتهم خارجين لهم كيديروا المخدرات اللي في السابق كنا كنحشموا حنا، نقولوا فلان راه كيدير السيليسيون. كاينين مهندسين كيديروا السيليسيون، كاينين دريات زوينين كيديروا السيليسيون. راه ظاهره ما بقيتش انا ما لا اله الا الله ما بقيتش كنفهم. باش نقربكم اكثر من خطوره الظاهره، تواصلنا مع شباب تعالجوا حديثا باش يعاودوا لنا على المعاناه ديالهم وديال الاسر ديالهم مع الادمان وصعوبه العلاج. كنت سابقا مدمن، كنستعمل بزاف ديال المخدرات من انواع اللي هي مختلفه. تبعت مع هاد المبادره هذه تقريبا شي سنه وما يسرش الله، ما بغيتش ماشي ما يسرش الله، ما بغيتش نجمع راسي، بقيت غادي في هذيك الطريق. تا دار واحد البادره اللي هي زوينه، جاوا عندي للدار غفلوني قلبوني كيف ما كنقولوا، دقوا لي واحد البرا، داوني للكلينيك هوسبيتاليزاسيون تقريبا شي 23 يوم. دقة بطلة 13 عام ديال البلية، قلت لها باي باي نمشي. الحمد لله مزيان. تقدر تسمي لنا اشنا هي الانواع المخدرات اللي كنتي كتستعمل؟ اللي كنت كنستعمل انا كنت كنستعمل مواد كيميائية والالكول وحشيش ومعجون وكارو نمشي، وهذاك الشيء شيميك. فين كنتي كتاخذ هاد المخدرات؟ في كاع البلايص. كيفاش كنتي كتاخذ؟ واش كانت عندك الامكانيات الماديه باش انك تاخذ؟ كيف ما كنقولوا كان نافيغي، فهمتي الزنقه، حيت ما يمكنش انا ما خدام حتى شي حاجه، مازال كنقرا، ما يمكنش مالين الدار انهم غيصرفوا عليا في هذيك البليه. حدهم لا كيعطوني واحد 25 30 درهم في النهار. ولكن دابا ندويلك على راسي، دابا انا كنت كما كنقول لك تنبوا عايش في واحد العالم اللي هو افتراض. ولكن فاش توقدت وصحيت وفقت كنلقى اواه انا الشانطي ما بقيتش كنعرف نقطعها. صح بنادم قهوه ما كنعرفش نجلس فيها، كوموند صاحبي في ريستورون ولا ندخل الماكدون نتلف، حتى كنت هذاك الشيء كنديرو كامل في واحد لادوز اللي ماشي في الوعي ديالي، لانه كتنغلق على ما كتبقاش عارف شنو هو كاين، بحال شي دري صغير يلا تزاد وما شدوش ليه والدي في يدي بحال ما كدا. اش من نوع ديال المخدرات اللي تبليتي بيه؟ انا مجربه اي بلية مره واحده، ما كنفوتهاش، غير كنبغى نجربها فضول وصافي، ما كنفوتهاش. كيجيني داكشي مزفر وماشي تاعي، وداكشي غير تفاهات وكيتعداو على ريوسهم وصافي. مني جات البوفا سمعت بها بحال اليوم الغد لي هو نجربها. مني جربتها لقيتها انا كنداوى على اكتئاب ومرض نفسي، لقيتها هي الدواء ديالي ماشي هو الدواء اللي كيعطيني الطبيب. كيفاش حتى تبليتي بالبوفا؟ كان واحد الانسان من اقرب الناس ليا كيستعملها، جا دار حدايا، قلت ليه نجربها، ما خلانيش، بقيت كنطلب فيه حتى خلاني، قلت ليه غير نجربها حتى ما غتشد فيا ما والو، يعني ما بليا ما والو. صافي جربتها وانا نتبلى بها من تما، كاين وليت كنجبد من جيبي وكنتخلص. هو عفا علي الله، انا بقيت في الادمان تقريبا مدة عام. يعني عام شفت فيه الجحيم التشرد، وصلت لدرجة كنت غنموت. واحد الانسان داني الدار وسط عليا، كان باغي يخلي ياخذ لي الاعضاء ديولي. خرجت الفاسد، خرجت الطلبه، خرجت اي حاجه باش كناخذ داك المخدر بوفا. شنو خسرتي في هذا العام كامل؟ شنو خسرت يعني شنو؟ منزل ماده ولا على كل شيء ماديا وحتى معنويا؟
ماديا اكثر من 30 مليون اللي اكثر من 30 مليون اللي خسرات في مده عام. مي انا ما كيهمنيش الفلوس، كيهمني الصح. 30 مليون اكثر من 30 مليون بعت بلادات، شديت شي حاجه وشي شي حاجه ضحكوا عليا، ما عطاونيش حيت شافوني مبليه، بعت فراشي وليت على الضص، سمحت في ولادي. باش نقربكم اكثر من المقاربه الامنيه في محاربه ترويج المخدرات، رافقنا فرقه محاربه المخدرات في احدى الدوريات الروتينيه. شخص مراقب قريقيبه كيتعرف اقراص مرويسه صفوف الناشئين والبالغين على مستوى قطاع سيد حي المحمدي للمشروع، تم وضع كمين، الشرطي تقمص الدور ديال الزبون، انطالت الحيله على المروج. بالفعل جلب لينا واحد قرص مرويس المبلغ ديالو 50 درهم، اثناء الايقاف ديالو والجس تبين انه كيحمل واحد 19 قرص مرويس بالاضافه الى مودم حجم كبير. المعني بالامر استشار مع النيابه العامه غادي يتوضع تحت تدابير الحراسه النظريه لتكمل الاجراءات وتقديم ديال العداله لتقول كلمه في حق ديال المعني بالامر. حسب التقارير الامنيه اللي كتصدر سنويا، فان الاقبال على المخدرات والحبوب المهلوسه كيتزاد سنه بعد سنه رغم الجهود المبذوله لمحاربه ترويج هذه المواد. التقرير السنوي الصادر على المديريه العامه للامن الوطني بخصوص محاربه المخدرات في سنه 2023 تحدث على عدد القضايا اللي وصل 99513 قضيه، تم على إثرها توقيف 130212 شخص من بينهم 305 ديال الأجانب. وصلت المحجوزات المضبوطة من مخدر الحشيش 81 طن و175 كيلوغرام و1 طن و922 كيلوغرام و641 غرام من مخدر الكوكايين و6 ديال الكيلوغرامات و880 غرام من الهيروين، في حين بلغت شحنات المؤثرات العقلية المحجوزة مثل الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة 1,223,774 قرص مهلوس. وتم تجفيف منابع المخدر الكيميائي المعروف بالبوفا مع توقيف 575 شخص ضالعا في ترويجها، فضلا عن حجز 5 كيلوغرامات و175 غرام من هذه المادة المخدرة. انتقلنا للسجل المحلي عين سبع بالدار البيضاء المعروف بعكاشة، وحاولنا نقربكم من حالات نزلاء اللي تم السجن ديالهم بتهم الترويج للمخدرات. أخرى مرة وشحال على حسب خلفي وضارب
حلوا نسوق الامور ديال المنتجات ديالنا، مشي للشارع صعب ولا لا نمشي صافا حوالي شي 94 صفه وتولي وتعاد. هاد النزلاء اغلبهم تعالجوا من الادمان اثناء فتره العقوبه، والمؤسسه السجنيه في هاد الحاله كتساعدهم على اتمام الدراسه او تعلم احد الحرف داخل اقسام التكوين المهني باش يقدروا يندمجوا داخل المجتمع وما يرجعوش لترويج المخدرات من جديد. هاد الفتره السجنيه خلات كان تعاود ترجع بزاف خصوصا هاد العام هذا التكوين دوز ديال بونصات المقامه ديال توجهنا عند الأستاذ عبد الواحد أجكون المحامي بهيئة الدار البيضاء باش يقربنا من العقوبات اللي نص المشرع في القانون الجنائي بخصوص بيع وترويج المخدرات. المغرب وضعت رسالة قانونية لمحاربة هذه الآفة الخطيرة على جميع فئات المجتمع. المشرع المغربي تدخل بمجموعة من القوانين أساسها أو على الخصوص ظاهر 21 ماي 1994. هذا الظاهر الذي يتكون من 16 فصلا حدد فيه المشرع المغربي مجموعة من الأفعال الجرمية المرتبطة بالمخدرات، من استهلاك والتجار ومسك توزيع استيراد إلى غيرها من الأفعال الجرمية، وحدد لها مجموعة من العقوبات التي في مجملها هي عقوبات سالبة للحرية مع عقوبات إضافية تقررها المحكمة كلما اقتضى الأمر ذلك. هذا الظهير رغم ما يحمل في طياته من عقوبات زجرية لجميع هذه الأفعال المرتبطة بالمخدرات، إلا أنه ما يعاب عليه هو أنه قد عمر لمدة ليست بالقصيرة، وبالتالي يقتضي تدخل المشرع المغربي لسن قانون جديد أو إلى تعديلات تدخل في طيات فصول هذا الظهير. لماذا؟ لأن هذه المدة عرفت مجموعة من التطورات سواء على مستوى المجتمع أو على مستوى تطور الجريمة. ظاهر 1974 حدد فيه المشرع جدولين، حدد فيهما مجموعة من المواد التي تعتبر مخدرة. الآن في وقتنا الحالي، في الوقت الحالي هناك مجموعة من المواد التي عرفها عالم المخدرات بأكمله التي يجد القضاء صعوبة في تحديد مدى اعتبارها تدخل في نطاق المخدرات من عدمه، مما يفرض على قاضي الموضوع أو القاضي الزجري بصفة عامة أن يلجأ أحيانا إلى إجراء خبرة على المادة موضوع الحجز. من العيوب التي يعاب على ظهير 1974 أو التي يعاني منها المتهمين في هذا المجال بالخصوص، وهو موضوع المساطر السنادية أو ما تعتبر أو ما تسمى فقها وقضاء بالمساطر المرجعية. هذه المساطر السنادية التي يتابع فيها الشخص بناء على تصريح شخص آخر بأنه قد كان قد سلمه المخدرات أو قد كان قد باع له هذه المخدرات أو نقل له هذه المخدرات، يتابع بناء على هذا التصريح. هذه المساطر التي نجد فيها نحن كممارسين مهنيين صعوبة كبيرة لإثبات براءة هؤلاء المتهمين، خصوصا عندما نكون أمام إنكار تام أو نفي تام للمتهم، انعدام حالة التلبس، انعدام المحجوز، إلى غيرها من وسائل الإثبات التي قد تدين هذا الشخص. وبالتالي نتمنى تدخل المشرع المغربي في هذا الظهير أو بظهير آخر لتقنين هذه المساطر المرجعية أو المساطر السنادية، ووضع شروط شكلية وشروط موضوعية
تجعل القضاء لا يجد أي صعوبة في إدانة أي شخص أو تبرئة أي مجرم، تفاديا لإفلات المتهمين أو المجرمين من العقاب. الإدمان كظاهرة كيكلف الدولة والمجتمع المدني جهد كبير للقضاء عليه عبر العلاج وأيضا إعادة الإدماج، لكن للأسف كاين في المدمنين اللي كيخسر فلوسه وأملاكه، وكاين اللي كيخسر حياته، لكن كيبقى أحسن طريقة لمحاربة الظاهرة هو التحسيس اللي كينطلق من تجارب الآخرين. رسالتي للشباب، ما نكذبش عليكم، هاد الشهادة أنا ما خدامش، أنا ما ندول لكم لا في سياسة نقول لكم هادو أعداء الوطن باغين يدمروا البلاد ولا شي حاجة. راك تدمرها في صحتك، كتدمرها في صحتك أختي. كنقول لهم ما يقيسوش البلدية بصفة عامة، راه غير دمار. شوفوا والله حتى الحياة زوينة، عيشوا حياتكم، ديروا مستقبلكم، خدموا على أهدافكم، ديروا عائلة، الحمد لله الحياة زوينة. دخلوا للصالة والدين، راه إلا صليتي راه حاجة زوينة في الحياة، كاع الحاجات كاع الدنيا بصفة عامة كتبان لك زوينة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات.